الدواء. متشكر. العفو. في الحقيقة يا هدى انت هدية بعتها لي ربنا. في الكام شهر اللي اشتغلتيهم في الشركة ما خليتنيش احس اني ناقص حاجة. متشكرة يا فندم، انا بأدي واجبي وحضرتك كريم قوي معايا. طيب كفاية كده النهاردة، يلا استعدي عشان اوصلك. متشكرة قوي، انا لسه قدامي شغل ساعة. اتفضل. نهارك سعيد. مع السلامة. الو، ايوه يا هدى، انا اتصلت دلوقتي بالاستاذ مدحت لقيته مشي، كنت عايزه يجي لي البيت عشان نكتب التقرير اللي هنعرضه بكره على مجلس الاداره. معلش انا متاسف، مضطر استعين بيكي. تحت امرك يا فندم. تحب اجي لحضرتك دلوقتي؟ انا هرتاح شويه وبعدين اقوم اراجعه، وتبقي تجيلي الساعه 8. كويس عشانك الساعه 8. طيب مع السلامه. لسه فاضل كتير يا هدى. قربت اخلص يا فندم. طيب عال. ايه ده؟ دي هديه بسيطه بعبر فيها عن اعترافي باخلاصك في خدمتي. انا متشكره قوي واسفه مش هقدر اقبلها منك. انت مش بتعتبريني زي والدك؟ طبعا. طيب وصح بنت ترفض هديه ابوها؟ لا يا هدى، ما تزعلنيش منك ولازم تقبليها. متشكره. قومي شوفي كده في المرايه قد ايه حلو عليكي. ايه رايك؟ متشكرة قوي. هينطى على صدرك، صدرك اللي يجنن يا هدى. ايه ده يا توفيقي؟ سيبني. غصب عني يا هدى، انا بحبك. ارجوك تسيبني. انا بحبك يا هدى، انا مستعد اعيش طول عمري عبد ليكي. سيبني ارجوك. وثروتي كلها هتكون تحت امرك. سيبني ارجوك. بحبك يا هدى، بعبدك يا هدى. عليك، خد عقد. هدى، كان بودي ان احقق وعدي ونحضر في اجازة العيد، لكن ظروف سالم اخترتنا لتأجيل حضورنا في اجازة الصيف. سعيد. صباح الخير يا ست هدى، اتفضلي. متشكرة. هناء أدهم حفيدة الوجيه عمر أدهم لعقد قرانها على محمد رستم الملحق بسفارتنا بباريس، وسيقام حفل الزفاف الساعة 9 مساء بفندق عمر الخيام بالزمالك، وفي اليوم التالي سيسافر العروسان لقضاء شهر العسل في مرسى مطروح. يا حبيبتي يا بنتي،